كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، رفع فيها معاليه إلى مقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الكريم بالغ الشكر ووافر التقدير والاعتزاز لتشريف سموه حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، مؤكدا معاليه أن مساندة ومؤازرة سموه للتجربة البرلمانية والديمقراطية التي تنعم بها مملكتنا الغالية هو تأكيد صادق ودعم حقيقي نابع من رغبة وطنية واعية لدى سموه لاستدامة المشروعات الإصلاحية الكبيرة من أجل مواصلة ريادة وتقدم مملكة البحرين في مختلف المجالات وتحقيق تطلعات المواطنين في المزيد من الحياة الحرة الكريمة ومستقبل أكثر إشراقا وتطورا وازدهارا، داعيا معالي رئيس مجلس الشورى الله عز وجل أن يوفق سموه وأن يحقق بجهوده المخلصة الأماني والآمال والطموحات التي ينشدها الوطن الغالي والمواطنون الكرام في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.